أما شيرين فدي بقى قصة تانية خالص. دي عملي الأسود في الدنيا، أكبر مقلب كلته في حياتي. ألو. يا عمر أنت فين؟ في البيت. هكون فين يعني؟ قاعد بتعمل إيه يعني؟ بشتغل. بتشتغل إيه يا عمر؟ هكون بشتغل إيه؟ بشتغل كاتب، بكتب حاجات، بكتب. طيب أوكي، ممكن لو سمحت تنظف أوضتك اللي أنت رافض حد يدخلها؟ أو على الأقل سيبنا إحنا ننظفها. أقول لك؟ هدخل أنا أنظفها لك بنفسي يا سيدي، مش هخلي حمدية تدخل. بس أرجوك من فضلك يا عمر، الأوضة محتاجة تتكنس وتتهوى. ما هو لو اللي هيدخل الأوضة مش هيغير لي مكان حاجة ولا يفتي في حاجة كنت سبتكم نظفتوها، إنما أنتوا بتدخلوا بتبهدلوا لي الدنيا. بقول لك يا شيخ أنا هنظف الأوضة دي، سيبيها لي أنا هنظفها، خلاص؟ أي مجد. أوكي. أوكي يا عمر، طيب أنا داخلة من سلام يا شيرين. خلاص سلام سلام، باي باي، سلام. مالها الأوضة؟ مش فاهم، مالها؟